عرفنا على نفسك. جابر احمد محمد. ازيك يا جابر؟ شو جابر بتاع امبابه؟ ازيك يا جابر؟ حضرنا على السلامه. الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. انت جاي النهارده ورافع الصوره ديت؟ رافع ان انا بعتبر ده يعني ده البطل الحقيقي فعلا. عمل حاجه نفس كل مصري كان يعملها، يعني انه ينزل العلم النجس من رمز كده في مكان جنب النيل. وانت عارف النيل معناه ايه؟ ان اهداف اسرائيل نفسها انها تكون من النيل للفرات. فجاي النهارده بس اقدم لاحمد الشحات يعني ان انا اشيل له اليافطه ديت تكريم ليه بس، مش اكتر ولا اقل. انت تطلب ايه من السلطات المصريه الموقف اللي انت عايزه يعني؟ لا انا مش هطلب من السلطات المصريه، انا هطلب مننا احنا كاتجاهات اسلاميه ووطنيه ان احنا نوحد الصف في الداخل ونركن الخلافات شويه جنب علشان نتبه للعدو الحقيقي اللي هو اسرائيل. يعني انا شايف ممكن تكون وجهه نظري مختلفه مع بعض الابطال في مصر او كده او الناس اصحاب الراي، يعني وجهه نظري ان احنا نقف جنب المجلس العسكري قوي ونقف جنب المشير جامد، ان الجيش المصري داخل على مرحله واجب ان احنا كلنا نكون جنبه. وانا بعتبر دلوقتي بعد الثوره كل شاب في مصر كانه في الجيش. ما زلت على فكرك التابع للجماعه الاسلاميه؟ انا فكر الجماعه الاسلاميه بعد المرجعيات. بعد المرجعيات طبعا. هي التراجعات او المبادرات؟ ما بقولش تراجعات، مش عيب ان انا اكون عملت مرجعيات ونبذنا العنف، مش عيب ان انا اقول نبذت العنف. والحمد لله بعد زوال مبارك زال السبب ان احنا كنا نخرج على الحاكم. بس انتوا عملتوا المبادره اثناء وجود حسني مبارك. ما يجراش. اقريتوا نظام حسني مبارك. الامور الشرعيه ما فيهاش دعوه، ما لهاش دعوه بمبارك موجود او مش موجود. ايوه انتوا اقريتوا هذا النظام، اقريتوا نظام حسني مبارك. ما تقوليش اقرنا نظام حسني مبارك، مين اللي اقر نظام حسني مبارك؟ المبادره عملتوها اثناء المبادره مرجعيات شرعيه، ما تكلمنيش تقول لي مبارك ومالوش دعوه بمبارك. الناس شافت الامور الشرعيه في المرجعيات خلاص، دي مستدلنا بامور شرعيه مالهاش دعوه بمين الحاكم او مش مين الحاكم. يعني احنا دلوقتي انا بقول لك دلوقتي ازال حتى الخلاف اللي كنا السبب ان احنا كنا بنتكلم. انا ما كنتش اتكلم فيها، لكن انت اصريت تذكر موضوع الايه المبادره، فانا بذكرك ان انتوا عملتوا مبادره في انت اللي بتقول لي انت جبت سيره الجماعه الاسلاميه. انا بقول لك ما زلت انت على فكره للجماعه الاسلاميه او دلوقتي انا على فكره الجماعه الاسلاميه بعد المرجعيات كمان. طبعا الحمد لله، وتحيه لحضرتك وتحيه لكل شاب مصري شارك في الثوره، وربنا يحفظ مصر. شكرا. الله يكرمك. ربنا يحفظك.